لما سمعنا ان السلطات الليبيه في نظم انذار بالذات للظواهر الجويه، في نظم انذار مبكر وممكن يبقى الانذار قبلها بفتره، مش زي الزلازل. الزلازل حتى الان لم يتم الوصول الى انظمه انذار مبكر ناجعه. صحيح. حاليا بيدوروا على استخدام الموجات الصوتيه بطريقه او باخرى، يعني اللي هي احتكاكات الصفائح التكتونيه دي، لكن لسه لم يتم الوصول لك. اما بالنسبه طبعا احنا عندنا نشرات الارصاد الجويه بتبقى شايفه كل العالم في تنبؤ ممكن لاسبوع، وتنبؤ لفتره اطول، وتنبؤ لثلاث ايام بدقه عاليه وهكذا. فانت ممكن تبقى عارف من اثار من اول مكان في اليونان بدا يتقدم في اتجاه ليبيا، فبدا يبقى في نوع من التحذير للناس اللي موجودين، وخاصه اللي موجودين في درنا. ولذا ما سمعنا اللواء المسماري قال يعني ان بداوا يبعتوا فرق من القوات المسلحه عشان تحذر الناس الساكنين في هذه الاماكن، وانهم يسيبوا الاماكن ديت ويروحوا لاماكن امنه. لكن يعني الناس ما كانوش، عشان ما حصلش قبل كده من زمان، وما كانش متوقع ان انهيار السدين دول اللي فيهم كميات كبيره جدا من المياه، فما استجابوش بالقدر الكافي. طبعا ده قله الوعي، ولان المكان اماكن البنين برضك الاماكن فيها مش مظبوطه، فده اللي حصل انه ادى الى خسائر كبيره. فدائما الخسائر من الكوارث الطبيعيه خاصه العواصف والاعاصير والعصير الرمليه بتكون اللي بتقع عليه هذه الكوارث، هل مدى الجهوزيه والاستعداد بتاعه للتعامل مع هذه الكوارث، هل هو عنده استعداد كافي وعنده تدريب وعنده وفرق الانقاذ ومدربين وفي تنسيق جيد ما بين الاجهزه المختلفه، ولا ما عندوش الكلام ده، او عنده تدريب نظري وخلاص. فساعه الجد بتبقى المشكله ديت هو اللي بيبان فعلا مدى قدره هذه الدوله على التصدي وتقليل الخسائر بقدر الامكان.